كان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء في مقدمة مودع صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، يرافقه نجله الأمير راشد بن الحسن لدى مغادرة سموه البلاد اليوم، مختتما زيارته لمملكة البحرين، حيث التقى بحضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما كان في الوداع سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مملكة البحرين ومحافظ محافظة المحرق.